السلام عليكم أحبابكم في قناة غسالة الشيف لطيفة. اليوم بحول الله موعدنا سيداتي مع هذه الوصفة الرائعة ولا أروع، أو ديسي رائع رائع في المنظر تاعو، أروع في المذاق تاعو، لذيذ بزاف، سهل وبسيط، ما فيش طياب نهائيا، تيشهي. اللي نقدموه كديسير، نقدموه للضيوف تاعنا ونقدموه للأطفال تاعنا. فقبل ما ندوزو نشوفو سيدتي الوصفة الطريقة والمقادير، ما يفوتنيش نشكرك على جميع التعليقات والتشجيعات اللي تلقاها في القناة. فإذا كنتو أول مرة تشوفوا القناة، مرحبا بكم، تابوناو وشغلوا الجرس باش توصلوا بالوصفات مجرد من نزلها في القناة. ولا كنتو من متتبعين القناة، مرحبا بكم، تنشكركم على جميع الزيارات تاعكم والتشجيعات تاعكم في القناة، قناتكم بكم موجودة وليكم موجودة. ندوزو نشوفو الوصفة. هاد الوصفة الرائعة حاجتنا بحول الله المقادير التالية: واحد البكية تاع البسكويت من هاد النوع موجود سيداتي في الأسواق، أنا هنا راني بديت قسمته على النص باش نربحو الوقت، واحد معلقة كبيرة تاع السكر بودرة، 150 غرام حتى 200 غرام تاع كريمة الخفق، خذي أي نوع تاع كريمة الخفق ترتاحي ليه سيداتي. بحاجتنا واحد 80 غرام تاع لابوغي دو فخيز، أنا خديتها من هاد النوع، يمكن لك تاخدي أي نوع، إما تاع الفخيز ولا الفخومبواز، أي نوع من هاد الفواكه. بحاجتنا واحد 3 معالق كبار تاع لاكخيم باتيسيير، ولا كخيم باتيسيير سبق لي وتقاسمتها معاك سيداتي على الموقع لالاتيفا.com وعلى القناة، غادي تلقاي الوصفة تاعتها في صندوق الوصف. وبحاجتنا الفواكه تزيين، اللي هي الفواكه الحمراء، اللي هي هذه يمكن لك تكتفي بالنوع واحد سيداتي، غير شويه شويه من كل نوع. ندوزو نديرو السيرو اللي غادي نحتاجوه لهذا النوع البسكوي. مقادير السيرو: نص كاس تاع السكر في كاس تاع الماء، نديرهم في واحد الكاسرونه، نزيدو عليهم واحد الفانيا، نديروهم يطيبو، غير طلع الغلية نقصو النار، نستناو عليها 5 دقايق ونديروه يبرد حدان. السيرو ها هو طلعت فيه الغلية، تنقصو عليه النار وتنحسبو ليه 5 دقايق عاد نطفيو عليه. بعد ما يوجد السيرو تنطفيو عليه وتنجيو نديروه هنا يبرد. تيمكن لينا نكونو موجدين السيرو ومبردينو، تنحتفظو به في الثلاجة، يمكن يصبر لينا اسبوع. هنا نصاوبو الكرتونة اللي تنديروها من التحت اللي غنحطو عليها الحلوى لهاد الغرض. بحاجتنا لواحد الكرتونة، هذه راها تتكون تتجي مع دوك الباكيات تاع الحليب اللي تنشريو، تتكون سيباراتور بيناتهم، راه موجوده في الاسواق حتى هي، ملي تنشريو الحليب تتكون معاه. غادي نقطعوا هاد الكرتونه في بحال هكذا، تنحتاجوا بحال هاد الكرتونات، بعض المرات ما تلقاوش القياسات على حساب الليمون اللي عندنا، فاليوم غنديرها معكم سيداتي. غنقطعو الكرتونة بحال هكذا، نحاول ندخل واحد 2 مليمترات على القياس اللي انا درت. نجيو نغطيو بهاد صافي آلين، باش ما يبانش لينا الكرتون. بعد ما تنشريو الحلوى من المحلات تلقاو الكرتون باين من
سندير معك سيداتي هاد الاشياء اللي كتكون السيده محتاجه ليها، تصاوب الحليوه وتبقى خاصها كيفاش غتقدمها او السيكوره اللي غتقدمها عليها. عرفها من بعد تنجير نعاودو نغطيوها بالفيلم الغذائي. صافي انا صوبنا السيكوره اللي غنحطو عليها الحلوه بحال هكذا، غادي نجي نصوبو المول باش نديرو فيه هاد النوع تاع البلاستيك المقوى اللي تيساعد الحلوه باش دي مولا لينا بسهوله. هاد المول كيف هاد البلاستيك كيف تشوفيها هو تيتلوى لينا. غادي نثبتوه هكا بقرصات. انا قطعت حيت هاد المول خديتو مربع باش ننوعو شويه ونبدلو من الاشكال الدائريه. قطعت هاد البلاستيك على قد على قد الضلع تاع كل من هاد المستطيل. اذا خديت الطول تاعو هكا، وهنا خدينا العرض تاعو هنايا. غندير وحده من هنا وحده من هنا وحده من هاد الجهه. اذا هذه سيداتي درت معاك اشنو تيكون في الكواليس الاشياء اللي تنحتاجو ضروريه. غنحطها جانبا تنوصلوا ليها. نجيو دابا نعبروا 150 غرام تاع كريمه الخفق. هاد كريمه الخفق سيداتي راه تتقام رخيصه بالمقارنه مع لا كريم شونتي اللي تنشريوها. تيمكننا نمشيو من 150 حتى ل 200 غرام. انا غنحاول ناخذ 170 غرام، يعني تقريبا كاس تاع العنبه. كيف قلت لك سيداتي هاد الكريمه اللي فيها ايترو تتباع ب 400 ريال، وتيمكن لك ديري بها 5 حتى 6 انواع تاع الحليوات اقتصاديين. بينما كريمه شونتي فتتقام غاليه، راكم تتعرفوا الاثمنه تاعها في السوق. وتت بحال دابا هاد الحلوه خاصنا نديرو ليها جوج باكيات، ولا درنا غير اختارينا غير لا كريم شونتي تيخصنا نمشيو حتى لثلاثه الباكيات، فتتقام غاليه بالنسبه ليا. انا نديرو في هنايا لا بيغي تاع الفريز. بالنسبه لهاد البيغي تاع الفريز يمكن لك تاخدي غير الفريز عادي وتطحنيه وتصفيه. نديرو معلقه كبيره تاع السكر وثلاثه تاع المعالق تاع لا كريم باتيسيير. هذه راه مصوبه في الدار، نحط لك من بعد المقادير تاعها، ولكن غتلقايها في صندوق الوصف بحال هكا. هذا الخليط راه بارد مزيان، كريم باتيسيير راه بارده، ولا بيغي دو فريز حتى هي راه كيف شفتوا معايا كانت متلجه. اذا ضروري يكون بارد باش تطلع لك مزيان كريمه الخفق. هنا كريمه الخفق حتى هي بارده. غادي ندربو مزيان. بعد غناخذ واحد جوج وريقات تاع الجيلاتين نديروهم هكا يرطابو، ندوبوهم في الميكرو اوند او في حمام مريم. هاد الجيلاتين راه حلال، راه موجود في الاسواق. نحيدو الجيلاتين من الماء، نتاكدو ان الوريقات تاعتنا
كلهم هزينهم في يدينا، نحيدو منهم الفائض تاع الماء، نديروهم هنايا ونذوبوهم. الجيلاتين هي هذه بعد ما ذوبناها، راه كيف تشوفوا معايا سخونه، ميمكنش نديروها هنايا لان غتنزل لينا الكريمه. غناخذوا شويه من الكريمه بحال هكا، نزيدوها فيها باش نبردوها بحال هكا، نحركو مزيان. وما نزيدوهاش حتى تبرد، صافي الجيلاتين هي بردناها. غادي نجيو نزيدوها هنا، نضربو دابا مزيان باش نوصلو الجيلاتين للكريمة كاملة. كريمة ها هي وجدات، المول هو هذا اللي وجدنا جميع. انا خديت طوسيل تاع التقديم وغطيته بواحد البلاستيك غذائي اللي هو هذا باش يبقى لي نقي. غادي نعرف غير نهزو ونحيد هاد البلاستيك ويبقى لي طوسيل نقي. نحطو كيف بحال هكا الكادر اللي حنا مقادينو، ونجيو هنا عندنا البسكوي. هاد البسكوي شديت غير القياس هنا وقطعت على قد المول، على قد الطولة تاع المول. استعملي سيداتي اي مول عندك، دائري او مستطيل او مربع، انا فقط من اجل تغيير الشكل الدائري علاش درتو مستطيل. إذن هادو تاع الجناب ما عنديش معاهم مشكل، غادي نجي غير نثبتهم بحال هكا. راه نبداو ناخذو هادو تاع الوسط نديروهم في السيرو، نجيو نثبتوهم هنايا. نجيبو الكريمة تاعتنا اللي درنا ونعمروها هنايا. في الثلاجة واحد مدة ساعتين جهد لي جيلاتين تشد راسها، ونتلاقاو في التزيين ان شاء الله. نزينو دابا، ناخذو الفريزة، كل فريزة نقسموها على اربعة، او الفراولة نحاولو نحتفظو بالوريقة تاوعها. بطبيعة الحال الفواكه راها مغسولة. ناخذ شويه الناباج وندهنوا الفروته كامله، تتعطيها اللمعان وتتخليها
دوم واحد اليومين حتى 3 ايام ما تخسرش وما تدبالش. بعد نجي نحيدو هذا البلاستيك الغذائي اللي درناه حصاخد لينا على التبصيل. حطو بسيط تاعنا بحال هكدا ونطريو الحلوة. نجيو نحيدو الكادر تاعنا بحال هكا. نحيدو هاد البلاستيكات اللي في الجناب والحلوة تاعتنا هي هادي مزال. وهكذا تنوصلو سيداتي لهاد النتيجة الرائعة. انا هنا درت واحد لافينيسيون بواحد الريبون تاع الثوب تجي غزالة في هاد انواع الحلويات. تيجي غزال هاد نوع الحلويات بالفواكه الحمراء المتنوعة، رائع في المنظر تاعو وأروع في المذاق تاعو وراقي في التقديم تاعو. فغير زعمي سيداتي وجربي هاد النوع تاع الديسيرات فإلا كنتو أول مرة سيداتي سيدي تزوروا القناة مرحبا بكم ومرحبا بجميع الزوار. إلا كنتو باقي ما تابونيتوش تابونا وشغلوا الجرس باش توصلوا الوصفات مجرد ما نزلها في القناة. ولا كنتو من مشجعين القناة ومن متتبعين لها مرحبا بكم، تنجدد الترحاب بكم. ما تنساوش نتوما خارجين تشجعوا القناة باللايكات بالبارتاج ووضع تعليقات. بالصحة والراحة وإلى الملتقى في وصفات أخرى إن شاء الله.